يمكنني إلغاء مرارة الاختفاء وراء الأساطير الجاهزة وزرع أنين اللعنة في فقاعات الحروب. والذي لا يمكنني فعله هو التنصل من توليفة المعاناة. ربما أينعت سكناتي، ربما اختلطت بصرخات تتعلق بأسئلة تقع في منطقة الظل، يحار الفكر في إعادة صياغته. لست أدري كيف أصب في جوز قلمي ما يجعله يضخ أكسير الشفافية، ولا كيف أنفخ في خياشمه نبحة العنتريات. رأسي يدور، عفوا ما في داخله لا يمكنه امتطاء صحوة الصدح المضاد إلا من خلال الفعل المراوغ، ولا يتمكن من هضم شطط النواصي التي تركب الفعل الذي يتعدى الفاعل فيخمش وجه المفعول به. في هذه الحال يمكنني كشف التسمية لكم 5 مرات، آخرها كان يوم تفتح ثم كبر فاتخذ لنفسه خطا في مسار الظل. وفي مواقع الأضواء الفاترة غير وجهة الصراع، وهذا يعني أنه بدوره يمتطي الفعل الحدق فاتسعت رقعة الشد والجد. آمل ألا يتبخر جهدي في إقناعكم. لو قرأتم لكم مميزات اللسان حين يجعل الخيبة ركلة فصيحة حصيفة تقول شعرا مسكونا بأشباه حلم يقع في واقع الحركة، وبالحيرة والوجل والسقوط في إفرازات ليلكية، وفي أحايين أخرى يلملم شأت سفرة مليئة بقدر كبير من الملح حتى لا تتصحر سهول معارفنا. قيل لي قديما إن العبيد تمردوا في وقت ما في مكان ما حينما احتوتهم المهانة والتهمتهم السفالة واستنكحهم الغياب المر، تاهوا في فتحة الأبغال يبحثون عن ماء الإنسانية المعتقلة. ربما ما نتطلع إليه ليس إلا وهما نستأدب العيش في فسحته، نسكت به قصوة التلاعب بذقوننا، فشواربنا شوارب قرود. ما أخيبني يا ضباط الحروب، ما أجبنني وما أشجعكم. الجبان أشجع منكم، قد لا تصدقوني، لكنني أستطيع أن أحل لكم هذا اللغز الملغم. يقولون إن الشجاع يواجه خطرا واحدا من الخارج، أما الجبان فيواجه الخطر من الداخل والخارج، وبذلك تكون النتيجة واضحة وضوح الشمس. وبقية الأدلة سأحتفظ بها لنفسي حتى لا أشغلكم بمعادلة قد تحيلكم على واحة ذات ظلال وارفة وعميقة يمكنها هز مشاعركم الرقيقة. الآن يمكنكم الخروج من مملكتي إلى أي مكان يجعلكم تتحسسون مصير هذه الجمجمة، وهي تتدحرج بين حدود مناطق مرصودة وخيوط عناكب مزروعة منسوجة بإتقان، حتى الاتجاه الواحد المكتفي بذاته يفرغ من نوره، حتى إذا ما تم الفعل الإقلاع سيمضي خارج خطوطه، وبذلك يمنع من تقدمه في إجراء عملية استئصال البويضات الخفاشية
داخل المحميات ما يدعوني للكذب عليكم هي علاقتي الجدلية بقوافلكم التي تعرض غوغائيتها في سوق المساومة والمزايدة المعمية دون ما شروط موضوعية، فمهما تحركت ظلال أحزاني واحتراقاتي المتعددة وتوجعت مناطق إحساساتي الدامئة وتجسد صفير صدقي في الحديث عن النتوءات عن الخدوشات العميقة، سوف تهجرون سفر حروفي المتشبعة بضياء الشمس إلى تضاريس جزئيات الهامشية. وإذا كانت هجرتكم المزاجية الضائخة تكتسب صفات المصداقية المستوردة مع حركة الاتصال في الأجزاء مع الاختصاص الأرعم، ذلك هو الاستيعاب الأجدم. لا تصدق ترترة رجاحتي، فأنا كثير الكلام لا أقيم في قول واحد، ولكنني أقبع في إيقاع المعنى. إذا بحثتم عني سوف تجدونني عاريا خاليا من المصاحيق، أنشد ضوء الصفاء، ويمكنني تطليق تنطعي إذا دعت الضرورة، كما يمكنني إعادته لذمتي دون احتواء شرط مسبق، ويمكنني إطلاق سرب نحل قارص على هدير موجة المتوسطة دبدبتها ألف ألف حكاية فانتازية. وبضع معادلات هي نتاج ظروف اجتماعية، حتى وإن أتيتكم بإمكانية نظامها يستطيع ذبح وشوشات مرارتكم وغزل توقيعات رسائلكم ودفع الحزن عن نمنمات حروفكم وإقامة احتفاليات من تقليعة القلق تنتشلكم ومن مرسلات الصمت تنقذكم إلى واحة تجعلكم أكثر إنسانية وسعادة وسكينة وشرفا من باقي الأقوام. أخاف أن تحملوا كلامي على محمل الصدق، فتسرعوا نحوي بين مؤيد ومعجب، وربما مقيد بمعاودة الرحيل في مرارات تقوقعي، رغم أني أكدت في سنن ترترتي في زمن مضى على مقدرتي في كبح فيض زوائدها. أعذروني تلك لعبة أكل الدهر عليها وتبول على خسة ندالتها، تسلمتها من فلسفة الألوان حيث أي لون يقارع اللون الذي من سلالته، حيث أي لون يمكنه بيع عباءته إذا ما صفع بأوراق سحرية بأوراق رقمية. هذه الألوان كثيرة الكلام كثيرة الوعود، ونحن نصدق طبيعة الإفرازات فنصاب بالصفعة الكهربائية وبالانشلال المشلول، من ثم نسير عليها جداول الأوصاف وصفوف اللعنات. نظرون لي أنكم مخطئون، الألوان لم تخدعنا، أتعتبرون كلامي مجرد ضرب من الهلوسة؟ مهلا، نحن الذين لم نفقه دماغجية لغاتها الباضخة، وعودها الغزيرة تعني مجاملتنا، وفي هذه الحال يستوجب علينا تقديم أزكى عبارات الشكر والامتنان. الغد المشرق يعني غدها، أكملوا من عندكم أم أوقفوا دوران الأرض حتى تدركوا عيار المسار، لكني أخاف أن يختل نظام الأرض وبالتالي تقع الكارثة. أليست هذه أغرب قصيدة يكتبها الزمن عندما نرى مغيبا يمزق جسد المغيب
والجائع يحرق أوصال الجائع، ويفر الاستغراب من جلده عندما يرى الفصائل تتطاحن فيما بينها منهمكة في ديول الأمور، أما رؤوسها فهي خارجة عن الاهتمام. أليست هذه أغرب قصيدة يكتبها الزمن؟ عفواً، أليست هذه عملية غسل المخ؟